النقاط على موضوعات فنية تاني. لما بيبقى يعني الصورة بتبقى في تعليقات كتير على تصرفات ممكن بيقوم بيها الفنان محمد رمضان، في جانب بيبقى خيري كويس جدا، مش مهم والله محمد رمضان طلع الشيك ولا ما طلعوش، يعني حينما يقوم بالتبرع صحيح، يعني الناس ممكن تكون تفضل انها يعني تتبرع في دون الاعلان يعني، ودون بس الاعلان في حد ذاته مش خطأ يعني، ممكن يشجع ناس تانية، ممكن يحسس ناس تانية بالغيرة، والله ده محمد رمضان بيتبرع ب 2 مليون جنيه للخير، طب والله انا كمان لما اعمل ب 3 مليون، واحد تاني يقول والله لما هعمل بمليون، واحد تالت يقول امكانياتي 100 ألف 200 ألف. ما بشوفش الخطأ هنا، ولا ما يعني حتى النموذج اللي بيظهر فيه محمد رمضان في دلوقتي في بعض الاعلانات كجندي صاعقة نموذج مشرف ومبهر. السيء بقى، وده اللي احنا بنقوله، زي النموذج ده نموذج مبهر، فنان زيه زي كل الجنود اهو، وبيدخل سلاح من اصعب الاسلحة، لما يعني الناس بتدخل سلاح الصعقة فبتعتبر انها بتدخل سلاحا بيتطلب تدريبات قاسية جدا. ده مشهد بطولي، وحتى التبرع مع محافظات الناس انا بشوفه مشهد لفعل الخير، ومش غلط انه بعض الناس، في ناس كتيرة بتعلن عن فعل الخير وفي ناس بتفضل عدم الاعلان، لكن الجدل مش متعلق بكده. الجدل بس انا وجدته وهي محاولة احياء تاني صورة بلطجي في مسلسل، ويبتدي الناس تتكلم عن الذكرى السنوية لرفاعي الدسوقي، ولاقي ناس عاملين له ثانوية وبيتقبلوا العزاء، ولاقي محمد رمضان نفسه عامل على صفحته ما تنسوش رفاعي الدسوقي. ما هو ده بقى لما بتيجي تناقش الناس فيقول لك ما انا البلطجي ده عملت فيه ايه في نهاية المسلسل او في نص المسلسل؟ موتته. طيب ما انت موتته، لكن شوفوا التعامل معاه، بتعامل معاه لسه على انه بطل، انت هتحتفل بذكرى مين؟ بلطجي. وفي نفس الوقت نلاقي كمان في اعلان تاني ويطلع فيه رفاعي الدسوقي ما ماتش. هنا قضية التسويق للبلطجي، يبقى العمل الدرامي صناعه هيقولوا والله احنا لا نسوق للبلطجة بدليل البلطجي خد جزاؤه، لكن ما بعد ذلك بقى شوفوا ازاي التعامل مع شخصية البلطجي، تعالوا نحتفل بسنويته، وفي هذا اليوم في رمضان الماضي مات رفاعي الدسوق. هي محاولة لإحياء البلطجة وصورة بلطجي، هو ده بقى الغلط بقى، هو ده اللي يجب ان احنا ننتبه اليه. وتشوفوا مشهد هزلي كده لبعض الناس، او نشوف الاول المشاهد اللي كانت موجودة على صفحة محمد رمضان عن عودة رفاعي الدسوقي أو إحياء ذكرى رفاعي الدسوقي. ما تسيبنيش بقولك ما تعلمني عايزك يا ناصر ترفع عينك في عين اي حد، اوعى تتكسر، اخوك اللي وقعه وقعه من ظهره، عارف لو كان في وشي يا ابن ابويا كان زمانك شايل خشبته هو دلوقت، بس خلاص ربك اذن، عمر اخوك خلص، مرأت سقطت يا ناصر، خد بالك من اهلك، امك واختك ومراتي وعيالي. والأمانة يا ناصر.
زي ما قلت لكم يا جماعه، الغلط بقى في احياء ذكرى بلطجي مات في مسلسل، وتلاقي ناس عاملين له عزا حتى لو بشكل هزلي، انما شوف ازاي تحولت ده ثانويه رفاعي الدسوقي. بلطجي وصناع العمل الفني يقول لك احنا لا نسوق للبلطجه بدليل انه خد جزاءه، لكن يتم التسويق له بهذا الشكل. زي ما قلت لكم الخطأ في محاولة إحياء نموذج البلطجي والتعامل معه لأنه ده النموذج اللي الناس فاكرة مات إمتى، وتعالوا نحتفل بذكرى الثانوية.